انت حرمتني اكون ام. هذا العلاج المصدي امتى بدك تبطليه؟ بحياتي ما جبرتك على شيء. لا جبرتني. انت بكل لحظة تستغل حبي وضعفي لإلك. خلتني اصير مرة مهزومة ووحيدة ولحالي. هاي الزبالة اللي عم تتعلميها من فريدة، قديش بدنا وقت لنخلص منها والله؟ لك أنا بتمناك تموت. هاي الطريقة الوحيدة اللي رح تخليني أخلص منك يا حقير. بك أنا حقير يا بنت الكلب؟ ولك الله يلعن عمو اللي حاويتي عنده. بدك ولد لحتى تطلع تحاليله وشعراته، ما هيك؟ فرج على خلقتك. لك شوفي هاي الخلق بالمرايه بشرفك، هي خلقت وحده بدها تجيب اولاد. هي جاي على بالي اطفي هي السيجاره بعينك لحتى شو هيك لتطلعي بشعه اكثر ما هيك بشعه. نسيت قلك انت ونايم غيرت القفل والمفتاح معي، فيك تخلعه اذا بدك. فاتن اعطيني المفاتيح احسن لك. الروائي الشهير سامي عم يحكي مع مرته بهي الطريقة؟ ما بصدق. فاتنة لا تستفزيني. يلا ضرب، شو مستني؟ المهم من هون مالك طلع. يلا سامي شو مستني؟ أعطيني المفاتيح. قلقت ليش ما عم ترد عليك؟ مو انت إلي وبس. فاتنة عندي لقاء وبدي انزل بسرعة، أعطيني المفاتيح. للمرة الثالثة يا حيواني بقلك أعطيني المفاتيح. هذا هو وش سامي الحقيقي، ليش مخبيه؟ بين الشر والقذارة اللي جواتك. يلا يلا سامي شو مستني؟ يسلم هالإيدين. صح. ما قلت لي كيف فاتنة خانه؟ والله بعدت لك سلام خصوصي. الله يسلمك ويسلمه. يلا فاتنة اتصلي بفريدة خليها تيجي تاخذك.
قوي حالك يلا. والأيام البشعة اللي مريتي فيها وهو بعيد عنك، طولي بالك. سامي أكيد رح يرجع مثل الأول، أكيد. ليش ما خبرتني إنه عندك مكتب؟ ما كتير بدي ذكاء، لأنه مو شغلتك تعرفي. إيه بس أنا مرتك ومن حقي أعرف عنك كل شيء. وهذا الحق بالله. من وين جايبتي؟ بعدين يعني مين قال لك إنه أنت فيكي تكسري لي درجي وتبحبشي بقلبه وتاخدي لي أغراضي وتستبيحي لي حياتي؟ بين الزوجين ما في شيء خاص، في حياة مشتركة. الله أكبر يا فريدة! عم تاخد علي النسوان مو هيك؟ يعني قلت احسن ما اجيب لك اياهم على البيت. ولك انت مستحيل تكون بني ادم، مستحيل. مرحبا يا حبيبي. لك شو بكي؟ شو قصتي؟ شو بيعرفني؟ فجأة لقيت على الانترنت ثلاث مجموعات عم تسبني. مزبوط، بس كمان في مجموعات اكثر منهم عم يدافعوا عنك، وهذا شيء كثير منيح. يمكن لأنه ما عاد شفتك مثل قبل. ولك يسلم لي اللي شاغل الدنيا. المهم إنه أنت هلا جنبي. هون. تعال. سامي أنت مو ملاحظ إنك عم تدخن كثير؟ يعني أوكي أنا مدخنة، بس مو لهالدرجة. بتعرف؟ عم فكر أشتري لك سيجارة إلكترونية. فكرة حلوة كتير، بصير بدخن التنتين مع بعض. ما في قوة على وش الأرض بتخليني بطل التدخين حبيبتي. هي وحدة من المتع اللي كتير قليلة اللي بحس فيها بحياتي. بتعرفي إني ما بستدوئ بشي بشربه أو باكله إلا مع السيجارة. يعني بتعترف بعجزك قدام الدخان؟ لا أبدا، أنا مكرسح قدام الدخان. ست فاتنة، ليش خجلانة؟ ليش خجلانة؟ مرة ورجعت لجوزها، المهم كله بالحلال. ما بقدر أكون مطلقة. بتقدري تكوني ذليلة. أقصى شيء فيك تعمليه هو البكي. شفته عند الست شرف. عشنا يوم كتير حلو، وبعدين رجع كل شيء مثل ما كان. وهلا بدي ارجع اشتغل. هو انا ما رح اسمح لمرة تانية تحمل اسمه بعد كل الذل اللي تحملته. انا ما فيني اقضي حياتي مطلقة ووحيدة. بخاف. ما رح تتركي. فيكي تروحي على مكتبك، بس اسم هذا سامي ما بدي ينذكر بهذا المكتب. تفضلي.